في وقت اعتقد فيه الجميع أن الاستحقاقات الرئاسية في الجزائر قد حطت أوزارها عقب آخر ندوة صحفية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بيان مشترك للمترشحين الثلاثة يقلب المعادلة، موجهين بذلك كافة الأنظار نحو المحكمة الدستورية صاحبة السلطة فوق السلطة. نعلم الرأي الوطني العام بأننا نحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين، ونطالب بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول هذه المهزلة، ويجب اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها وضع حد نهائي لهذه التصرفات، ما يضمن منع تكرارها في الاستحقاقات المقبلة. المترشحون لم يكتفوا بإبلاغ الرأي العام بضبابية المشهد حول ما أسموه بالغموض والتضارب في الأرقام فحسب، بل كانت المحكمة الدستورية وجهتهم للحصول على حقوقهم حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وهذا بسبب ما قيمناه نحن وما نمتلكه من أدلة قانونية وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها، سواء ما تعلق بنسب المشاركة المعلنة في كل توقيت الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة، إلى النسبة النهائية التي يمكن حسابها من خلال الكتلة الناخبة التي تم الإعلان عليها في نتائج التصويت، إلى النتائج المدونة في المحاضر. بإعلان النتائج المؤقتة لرئاسيات 7 سبتمبر وتسليم محاضر الفرز، تكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ألقت بتركة المحاضر والوثائق لدى المحكمة الدستورية من أجل استكمال إجراءات المسار الانتخابي، على اعتبار أنها الجهة الرقابية الأعلى والضامنة لكافة الحقوق.